مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. برعاية مجلس رؤساء الكنائس افتتاح بازار الرحمة السابع. وزير الخارجية الهنغاري يزور نيابة البطريركية اللاتينية في عمان. الكاريتاس تطلق حملتها الشتوية السنوية في محافظات المملكة. كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة تحتفي بمئوية الدولة الأردنية. وفيها أيضاً أعيادنا مواسم للعمل الإنساني، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف البار وزوج مريم وقال: عرف متى الإنجيلي يوسف بأنه رجل بار، وحتى نفهم سلوكه تجاه مريم يجب أن نعرف عادات الزواج في إسرائيل القديمة. كان الزواج يتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى كانت بمثابة خطوبة رسمية، فالمرأة وإن استمرت في العيش في بيت أبيها مدة سنة كانت تعتبر في الواقع زوجة لخطيبها. والمرحلة الثانية كانت انتقال العروس من بيت أبيها إلى بيت العريس. كان يوسف بارا لأنه خاضع للناموس، ولكن محبته لمريم وثقته بها أوحيا له بطريقة تحفظ مراعاة الناموس وشرف العروس، فقرر أن يطلقها سرا من دون أن يعرضها للإهانة العلنية. عندئذ تدخل صوت الله في موقف يوسف وكشف له من خلال الحلم من هي مريم خطيبته. وأضاف قداسته: كثيرا ما نشعر بأننا سجناء لما حدث لنا، ولكن أمام بعض ظروف الحياة والتي تبدو لنا في البداية مأساوية توجد العناية الإلهية والتي تظهر لنا مع الوقت بصورة من الصور وتنيرنا وتبين لنا معنى الحياة ومعنى الألم نفسه. يجب ألا نخاف من مفاجآت الحياة، فهي مفاجآت من الله، فيجب أن نقبل الحياة كما تأتينا. والمحبة لا تعني أن تكون الحياة كما نتصورها وأن يكون الآخر كما نريد، بل المحبة هي أن نختار بحرية وأن نقوى على أن نصنع معا الحياة التي نريد ونجعلها حياة تبقى وتدوم. برعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، افتتح رؤساء ومثلو الكنائس في المملكة فعاليات بازار الرحمة السابع الذي أقيم في جمعية آل النبر التعاونية بعمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية وحشد من الزوار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وللسنة السابعة على التوالي، نظم مكتب نورسات الأردن وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية بازار الرحمة السابع الذي أقيم في جمعية آل النبر التعاونية بعمان،
حيث شهد على مدار 3 أيام متتالية إقبالاً ملحوظاً من الزوار. وفي بداية الاحتفال رحبت عريفة الحفل الإعلامية ريبيكا عودة بالحضور الكريم وقالت: أهلاً وسهلاً بكم، بفرح روحي عميق يسرنا أن نرحب بكم ونحن في زمن الميلاد المجيد في افتتاح بازار الرحمة السابع. هذا البازار الذي يحظى برعاية كريمة من مجلس رؤساء كنائس الأردن وينظمه مكتب فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. وفي كلمتها التي ألقتها قبل افتتاح البازار أشارت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين إلى أن بازار هذا العام جاء في ظروف قاهرة لم نعتد عليها من قبل، وجعلنا نعيش في جو من التباعد والحذر حفاظاً على صحتنا وصحة عائلاتنا، لا سيما ونحن مقبلون على موسم الاحتفالات المجيدة ورأس السنة الميلادية. تحية محبة وإجلال أرسلها لكل شخص حاضر معنا في هذا اليوم المبارك وهذا الزمن المقدس، زمن المجيء لميلاد السيد المسيح له المجد، لنفتتح ونبارك بازار الرحمة السابع في السنة المئوية الأولى للدولة الأردنية الهاشمية. وأيضا ونحن على أعتاب الاحتفال بمولد ملك الملوك ورئيس السلام ميلاد سيدنا يسوع المسيح له المجد، داعيتنا الله أن يجدد إيماننا وأن يملأ قلوبنا رحمة لكل محتاج من بني البشر، من أهلنا وإخوتنا الذين يعيشون معنا على أرض هذا الوطن الغالي على قلوبنا. أردن الخير والكرم والضيافة، أردن المحبة والسلام والأمان. ونحن في مكتب نورسات سائرون على نهج قيادتنا الهاشمية، فحملنا على عاتقنا بأن نبقى الأوفياء والأمناء على العهد بكل ما أوتينا من عزم وإخلاص. نحتفي أيها الأعزاء هذا العام بهذه المناسبة في ظروف قاهرة لم نعتد عليها من قبل، خاصة بوجود جائحة كورونا، هذا الفيروس اللئيم الذي فرقنا عن أحبابنا وجعلنا في جو من التباعد والخوف وعدم التقارب حفاظا على صحتنا وصحة عائلاتنا، لا سيما ونحن مقبلون على موسم الاحتفالات المجيدة ورأس السنة الجديدة. ولكن وبالرغم من ذلك آثرنا أن نجتمع هذا العام وأن نلتزم بالعدد المحدود، لكن وجودكم معنا ومحبتكم لنا ملأت قلوبنا الفرحة، فزرعت في نفوسنا ونفوس المشاركين أملاً ورجاء بأن القادمة بإذن الله سيكون الأفضل. كما شكرت الدكتورة السمعان الجهات الداعمة للبازار وكل من ساهم بإنجاح فعالياته، وخصت بالذكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية والمجموعات الكشفية من الكنائس الرسولية وقادتهم والإعلاميين المشاركين بالتغطية. بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم بهذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر المجموعات الكشفية على حسن تنظيمها وفرق العزف من الكشافة على الألحان المميزة، وأخص بالشكر أيضا الجهات الداعمة لهذا البازار، واستأذن حضراتكم بتسميتها وهي شركة سمير وغسان عودي وشركائهم، مكتب النهضة للترجمة، مجموعة الناعوري، البنك الأهلي، مختبرات ميدلاب، شركة القمح لإدارة المشاريع والإسكان، مجوهرات الرفيدي، مركز رايز أب للرياضة، مركز النوش والجراح، وأبناء المرحوم خميس طنوس الذين قدموا هدايا اليانصيب الخيري. وطبعا ما بننسى جمعية النبر التعاوني لأدى القاعة. وأيضا لا يفوتني أن أشكر شبيبة الأردن للدراما المسيحية على تنظيمهم المميز لهذا البازار للسنة السابعة على التوالي، وأيضا الرعاة الإعلاميين المشاركين معنا نشكرهم فردا فردا أيضا. وختاما لابد وأن أشكر هذا الحضور الكريم من مجلس رؤساء كنائس الأردن وأصحاب السعادة والعطوفة ودعمكم المأمول لهذا البازار، مع دعواتنا بأن يبارككم الرب
ويحفظكم جميعا بهذا الموسم المجيد، ودائما معونتنا من عند الرب. آمين، وكل عام وأنتم بخير. من جهتي ألقى الأرشمندريت خريستوفورس حداد كلمة نيابة عن سيادة المطران خريستوفورس عطلة، شكر فيها مكتب نورسات على تنظيمه لهذا البازار المميز الذي يعبر عن المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الأردني الواحد، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد هو عيد تجسد السلام والمحبة، محبة الإنسان لأخيه الإنسان مهما كان ومن أينما كان. ونحن من الموت نستنشق رائحة الحياة، لأن الحياة هي المسيح، والمسيح بيعطي الحياة لكل من يؤمن به. وإيماننا هو إيمان مبني على رجاء القيامة، ورجاء القيامة بيجعلنا مستأهلين أن نولد من فوق. الإنسان المسيحي مدعو بكل لحظة من حياته إنه يولد من المسيح وفي المسيح. ربنا يأهلنا بصلوات الآباء الكهنة الموجودين، وكل إنسان مؤمن إنه نكون شركاء للمسيح في المجد المعد لكل إنسان منا في الملك السماوي. نحن نولد داخليا، ولكن نولد أولا بالتوبة، إنه نحن نقدر نشارك المسيح فرح الميلاد لما إنساننا القديم يولد بحياة جديدة هي حياة التوبة. أعياد مباركة، ربنا يديمها عليكم وإنتوا بكامل الصحة والسلامة، يبعد عنكم عن العالم عن بلادنا المقدسة أضرار الوباء. كل عام وإنتوا بألف خير. وبعد قص شريط الافتتاح توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي زادت عن 60 جناحاً، اشتملت على مجموعة من المعروضات التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في المملكة. حضر الافتتاح المونسنيور مور لالي القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن، وعن الكنيسة اللاتينية الأب إبراهيم نفاع نيابة عن النائب البطريركي للاتيني في الأردن المونسنيور جمال خضر، وعن كنيسة الروم الكاثوليك الأرشمندريت خالد شعبان، وعن الكنيسة الأسقفية العربية القس الكنون فائق حداد، وعن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية القس عماد حداد، وعن الكنيسة الكلدانية الأب زيد حبابه. وأبدى الحضور إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي نالت إعجاب الحضور. بالبداية كل عام وأنتم بخير، وأنا سعيد جدا أني أحضر بازار الرحمة السابع، وهذا بازار إشي كويس أنا طول عمري أسمع عنه بسبع سنين الماضية، والسنة أنا زائر ومشارك بهذا البازار، وإشي حلو وإشي يعني برفع الرأس. المشاركين كلهم عبارة عن أشياء بتعني بالكريسماس وبالعيد، فهذا إشي بيسعدني إنه بهالظرف اللي إحنا فيه ظرف الوباء إنه صار مهرجان أو بازار السابع للرحمة، فأنا سعيد جدا إني أحضر هذا البازار. المشاركون ببازار الرحمة السابع من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي أعربوا عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نورسات القائم على هذه المبادرة الإنسانية وتوقيتها في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. سمعنا عن بازار الرحمة وحبينا نطلع من الأجواء الصعبة اللي احنا عايشينها، أجواء الكورونا اللي عملت اكتئاب وعملت مشاكل نفسية وصحية للعالم كله. حبينا نكون جزء يعطي طاقة إيجابية للمجتمع، مع أنه في خطورة بالمشاركة، ولكن حبينا نكون إحنا رائدين
أنه نعكس طاقة إيجابية للعالم وللمجتمع ونغير يعني أوضاعنا النفسية شوي. وفي اليومين الثاني والثالث استقبل بازار الرحمة السابع العديد من زواره، ومن بينهم رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد، والمفكر الإسلامي الدكتور حمدي مراد. وبعد الترحيب بهما قدمت المشرفة على تنظيم البازار الدكتورة باسمة السمعان شرحا موجزا عن معروضات البازار والهدف من إقامته سنويا، والذي يؤول ريعه للأسر المحتاجة من غير تمييز. ومن جهتهما أشاد الأب حداد والدكتور مراد بحسن تنظيم البازار وتنوع محتوياته التي شملت كافة مستلزمات الأسرة المسيحية والمسلمة للأعياد. إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب بعد توقف فرضته جائحة كورونا. نأتي اليوم لنشارك مع نورسات الأردن في هذا البازار الميلادي السنوي السابع. نأتي اليوم لنشد على أيدي المشاركين، ولكي نشد أيضا على أيدي المنظمين، وقبل ومن بعد نأتي إلى هنا لنجسد مقولتنا التي نعتز بها دوما في هذه المواسم: ميلاد مجيد يا أردن. الرمزيات لهذا البازار التي تشكل إيمانيات تنبع من القلب إلى القلب، وتشكل حركة، علاقة اجتماعية طيبة راقية. ونحن بين يدي هذه القناة نور سات والأخت الفاضلة الدكتورة باسمة التي تقود هذا الإعلام الذي يجمع ولا يفرق، ويرتب هذه الأنفاس الطيبة المقدسة على مستوى الوطن وخارج الوطن للتعبير عن كم حاجة الإنسان إلى هذه العلاقات وهذه المناسبات التي تجدد الإيمان وتجدد المحبة وتجدد المودة وتجدد كل معاني العيش والتعايش الواحد المشترك، المجتمع الواحد، الأسرة الواحدة. كما زار البازار عدد من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية، ومن بينهم الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيل النائب الأسقفي العام في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن، والأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في عمان، والأب بنيامين شمعون راعي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس، والأب ألكسيوس قاقيش راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمرج الحمام. وقد جال الآباء الكهنة بين أجنحة البازار واطلعوا على أقسامه ومحتوياته، وأبدوا إعجابهم بما يحويه من صناعات يدوية ومنتوجات محلية رائعة. وأقيمت على هامش البازار عروض وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيب ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات، على وقع معزوفات موسيقية قدمتها جوقات متعددة من مختلف الكنائس الرسولية نالت إعجاب الجميع. أطلق المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية بجمهورية مصر العربية مؤتمر آفاقي بناء السلام في المجتمعات العربية، وألقيت في المؤتمر كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال، أشار فيها أننا اليوم بحاجة إلى نهضة في المودة تمهد الطريق نحو تعزيز الأخوة الإنسانية وإرساء قواعد العدل والسلام بين الشعوب. من جهتها قالت مديرة المعهد الدكتورة ريني حتر،
إن الحوار بين أتباع الأديان هو أساس للعيش السلمي، ومن هنا لابد من توعية المجتمع برفض العنف وتعزيز ونشر ثقافة السلام. بدوره أشاد رئيس الهيئة القبطية في مصر القس أندري زكي بالنموذج الذي يقدمه الأردن في ترسيخ قيم العيش المشترك والتسامح الديني. خلال زيارته إلى المملكة، قام وزير الخارجية والتجارة الهنغاري السيد بيتر سبارتو والوفد المرافق بزيارة ودية إلى دار النيابة البطريركية اللاتينية في عمان، حيث كان في استقباله النائب البطريركي للاتين في الأردن المونسنيور جمال خضر، ومطران الأردني للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطلة، وعدد من الآباء الكهنة والمسؤولين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين الأردني والهنغاري، وخاصة ما يتعلق بدعم الكنائس الأردنية في مواجهة الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها، إلى جانب البحث في عدد من المشاريع. رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ندوة نظمتها كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة احتفاءً بمئوية الدولة الأردنية. وفي كلمة الافتتاح قالت الوزيرة النجار: إن 100 عام من عمر الدولة كانت ضوءاً ساطعاً في ليل التاريخ، ليغدو الأردن أردن البناء والريادة والإبداع. لا نسمح لقيم غريبة لمسيحية من نوع لا أعرفها، وأن لا نسمح إلا بأن نكون وحدة واحدة بجانب ووراء قيادة هاشمية واعية صامدة في هذا الوقت على كافة المستويات، مؤمنة تماماً بشعبها، مؤمنة بأنها هي صوت للإبداع والابتكار والتجديد والتعددية في المستقبل، بالرغم من كل التحديات نقع في قلب الصراع المنطقة الإقليمي بكل تجلياته، ولكن نحن قضايانا الأولية الإنسان في الأردن، الإنسان في فلسطين، المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، المبادئ الأساسية لم يتخلى عنها لم تتخلى عنها المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن في مؤسساتنا لن نتخلى عن خدمة الإنسان، عن خدمة مشاريعنا المستقبلية وهي مشاريع فكرية استعادة العقل. وفي كلمته قال النائب البطريركي للاتين في الأردن المونسنيور جمال خضر: لقد زرعنا في مدارسنا القيم الإنسانية بالعدل والكرامة، وعاشها رعايا الكنيسة فعلاً في حب الوطن تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة. قيم الاحترام، احترام حياة الإنسان، كرامة الإنسان، قيم السلام والعدل والمحبة، قيم احترام الآخر وقيم التعايش. زرعت المدارس المسيحية هذه القيم الدينية الإنسانية، وزرعت القيم الوطنية أيضاً من حب وانتماء لهذا الوطن ولقيادته، قيم وطنية دينية إنسانية. مع أن المدارس هي العبء الأكبر على الكنائس من ناحية مادية، ولكن الإصرار على الاستمرار في التعليم هو يدل على أهمية هذا المجال، وأجيال كثيرة تخرجت من مدارسنا تفخر أنها درست في مدارسنا كما هي فخورة بانتمائها للوطن وللمجتمع. وقال الأب سامر مدانات: إن احتفاليتنا اليوم في كنيسة القديس بولس هو دليل على إيماننا المطلق بأننا نعيش في ظل مجتمع أردني قوي موحد تحت مظلة الهاشميين. وقال العين جميل النمري: يحق لنا كمسيحي الأردن أن نفخر ونعتز بأنه ليس لدينا أزمة هوية فرعية كما هو الشأن بالنسبة لشعوب بلدان أخرى. بعتقد أن المجتمع الأردني متعلم وسوف يقبل على هذه العملية التحديثية الإيجابية التي تفيد كل فئات المجتمع وتقود إلى تحديث بنى الدولة. وبعتقد بالنسبة للمسيحيين اللي كانوا دائما نشطاء في الحياة العامة وفي العمل العام راح يكونوا جزء من هذه العملية. أنا شخصيا إن شاء الله جزء منها، وإن شاء الله أنه بنلتقي في هذا المكان العامر المقدس. ثم قرأ الشاعر مهند دبابنة أبيات شعرية من قصائد وطنية تلاها وصلة وطنية قدمها الفنان سائد حتر. بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد وبرعاية السيدة تيماء خوري قعوار،
افتتح قدس القرش مدريد خريستوفورس حداد البازار الخيرية السنوية 32 الذي أقامته مجموعة حاملات الطيب الأرثوذكسية في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في صويفية، بحضور لفيف من الأباء الكهنة وعدد من الشخصيات العامة وجمع من أبناء الرعية. على الصعيد ذاته وبمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، افتتح سعادة النائب عمر النبر البازار الخيري الذي أقامته كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في صويفية بعمان، والذي رعاه النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن وسائر الديار المقدسة مار كبرائيل دحو، بحضور عدد من الأباء الكهنة وشخصيات دينية وشعبية. واشتمل البازار على معروضات متنوعة وأشغال يدوية وحلويات خاصة بأعياد الميلاد، بالإضافة إلى الأجواء الميلادية الممتعة والهدايا المتنوعة. رعت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الحفل الخيري الذي أقامته أخوية القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في ماركا بمناسبة عيد القديسة بربارة. اشتمل الحفل الذي حضره كاهن الرعية الأب صفرونيوس حنا على تقديم جوائز وتوزيع هدايا وإقامة عشاء محبة. شهداء العهد القديم، شهداء السابقين، شهداء تاريخ الكنيسة في البدايات لما كان الإنسان يشهد للمسيح بإيمانه القوي، هون بس من نركز عليها إنه كيف إحنا دائما ندافع على إيماننا، ندافع إيماننا في قلوبنا، نثبته في قلوبنا أولا ومن ثم ندافع عنه في لساننا للناس الآخرين. فإذا ما كان ثابت بقلبنا شهادتنا بتكون متزعزعة ومهزوزة قدام الآخرين. فدايما خلوا إيمانكم قوي، وكيف بدنا نقوي إيماننا؟ بقراءة الإنجيل وحضور الصلوات والبقاء بجانب وحمى الكنيسة، دائما في حضن الكنيسة بتلاقوا إيمانكم، لأنه إذا طلعنا من حضن الكنيسة وطلعنا من دائر أسوار الكنيسة منضيع بمشاغل الحياة، منضيع بهموم الدنيا، منضيع من الأخبار السامة والمسمومة اللي بنسمعها بالأخبار كل يوم، منضيع من المآسي والكوارث والأوبئة والفيروسات والكورونا، منضيع. أطلقت جمعية الكاريتاس الأردنية حملتها الشتوية السنوية من قاعة كنيسة دير اللاتين في السلط لتشمل بعد ذلك كافة محافظات المملكة. وأشار منسق كاريتاس السلط ميشيل فشحو في حفل إطلاق الحملة التي رعاها محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود وحضرها القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي وعدد من الآباء الكهنة وجمع من الحضور إلى الدور الإنساني للكاريتاس في الوقوف إلى جانب كل محتاج في هذا الوطن الغالي. وعرب الحضور عن فخرهم بالجهود الكبيرة التي تقدمها كاريتاس من دعم وخدمات إنسانية تمثل روح الإخاء والمحبة بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة. بمناسبة الأعياد المجيدة، رعى المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية حفل إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح بازار نادي الفحيص الأرثوذكسي. حضر الحفل عدد من النواب والأباء الكهنة من كنائس الفحيص الرسولية وجمع كبير من أهالي المدينة. في بداية الاحتفال قامت مجموعة كشافة ومرشدات الجمعية الأرثوذكسية بعزف موسيقي، ومن ثم قام الكاهن بالصلاة، ورحب رئيس النادي أمين الزيادات بالمشاركين بهذه الاحتفالية مؤكدا على رسالة الميلاد التي هي رسالة محبة وسلام وعطاء. وفي ختام الحفل توجه الحضور إلى البازار الذي اشتمل على معروضات متنوعة وخصوصا ما يتعلق منها بعيد الميلاد المجيد. وفي النادي الأرثوذكسي بعبدون رعى قدس القرش مدريد خريستوفورس حداد الاحتفال السنوي بإضاءة شجرة عيد الميلاد الذي أقامه النادي الأرثوذكسي في عبدون بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، بحضور لفيف من الأباء الكهنة ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وعدد من الشخصيات العامة وجمع من أبناء الرعية. ووسط أجواء ميلادية احتفالية مليئة بالفرح، أضيئت شجرة الميلاد في مشهد يدخل البهجة إلى قلوب الجميع. تلها فقرة أناشيد وترانيم ميلادية من وحي الاحتفال أنشدها كورال المدرسة الوطنية الأرثوذكسية على إيقاع عزف مجموعة كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية. ترأس النائب البطريركي العام للاتين في القدس وفلسطين المطران ويليام الشوملي
القداس الاحتفالي الذي أقامته المجموعة البابوية البتجالية في كنيسة سيدة البشارة للاتين في بيت جالة، وذلك بمناسبة افتتاح العرين الجديد للمجموعة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بأجواء مليئة بالفرح احتفلت أسرة المجموعة البابوية البيت جالية في ذكرى تأسيسها عام 1924. بهذه المناسبة أقيم القداس الاحتفالي في كنيسة سيدة البشارة، ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس وفلسطين، بمعاونة الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي، والأب حنا سالم كاهن الرعية والمرشد الروحي للمجموعة، والأب طوني حيين المرشد الروحي لمؤسسة الكشافة الكاثوليكي الفلسطيني للقديس يوحنا المعمدان، والأب خالد قمو، والأب عزيز حلاوة، وبحضور القس منذر إسحاق. وفي كلمة المطران الشوملي الذي بدوره ركز على المعاني الروحية لزمن المجيء وعلاقته بشعار الكشافة كن مستعداً، كما تمنى للمجموعة دوام التوفيق والنجاح والتميز في المسيرة نحو الأفضل. امتلأت أدراج الكنيسة بالراهبات والشمامسة وبالمؤمنين وقادة المجموعات والرواد والأفراد والمؤسسات المحلية، وبحضور رئيس بلدية بيت جالة السيد نيكولا خميس وحشد كبير من المدعوين. تخلل القداسة تجديد الوعد الكشفي أمام الهيكل والمطران والكهنة والقائد ألبرت هاني قائد المجموعة. احتفلنا بمناسبة ذكرى تأسيس المجموعة بمرور 71 سنة لاسم المجموعة البابوية البيت جالية التي تمتد جذورها للعام 1924، ومنذ هذا التاريخ ونحن نعمل معا تحت مبادئنا الكشفية الأساسية التي تدعو للالتزام بالواجب نحو الله ثم الوطن فالإنسان. تم تدشين العرين الجديد للمجموعة من خلال سيادة المطران وحشد كبير من المدعوين، منهم قادة مجموعات كشفية بالإضافة إلى جمعية الكشاف والمرشدات الفلسطينية، إلى جانب الكهنة والراهبات والرعية وأبناء مدينة بيت جالة، حيث تم قص الشريط بدءا بهذا الاحتفال لهذا العرين. وأيضا تخلل هذا الاحتفال كلمات متعددة بدءا من كلمة قائد المجموعة ومرورا بالتقارير المصورة حول هذه المناسبة، إلى جانب إطلاق أغنية المجموعة الجديدة واسمها مجموعتنا البابوية. أود أن أنوه بأن هذا الجيل بحاجة إلى دعم وتشجيع ورعاية دائمة من أجل إنجاز أهدافنا الكشفية، ونحن نرى بأننا ننسجم مع توجهات أفرادنا، وبناء عليه نوجه التحية لفضائية نورسات التي معنا قلبا وقالبا في كل الأحداث والظروف. دمتم ودام نبض عطائكم. وبعد إعطاء البركة توجه الجميع لحفل افتتاح العرين والقاعة الجديدة وبمباركة المطران والأباء الأجلاء وإطلاق أغنية المجموعة الجديدة وسط فرحة عارمة رسمت على وجوه الجميع. لنورسات مارلين الحدوى من عرين المجموعة البابوية البيت جالية. من جهة ثانية ووسط حضور كبير من المواطنين، وصل إلى مدينة بيت لحم قادما من القدس حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتن، وذلك عشية بدء زمن المجيد وعيد القديسة كاترينا شفيعة رعية اللاتين في المدينة، واستقبل الموكب استقبالا رسميا وشعبيا في ساحة المهد بحضور رؤساء الكنائس وكبار المسؤولين بالمحافظة. وبعد مصافحته توجه الأب فرانشيسكو إلى كنيسة القديسة كاترينا وسط عزف موسيقي حيث ترأس فيها صلاة خاصة،
وأعرب حارس الأراضي المقدسة عن سعادته بزيارة مدينة مهد المسيح واستقبال الأهالي له. الدخول الرسمي لحارس الأراضي المقدسة لبيت لحم هذا العام يحمل معه الأمل ببزوغ فجر جديد عما قريب، وفك قيود جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية، معلنا بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد. رسالة الميلاد لهذا العام هي أن يكون لدينا أمل، وأعتقد أننا بحاجة ماسة إليه. لقد مررنا بعامين صعبين للغاية، كانا صعبين بشكل خاص على مجتمعنا المسيحي هنا في بيت لحم، لأنه تركه بلا عمل، بدون حجاج، بلا دخل. تصلنا اليوم رسالة رجاء، كلمة يسوع التي وردت على وجه التحديد في إنجيل الأحد الأول من زمن المجيء: لا تتثبط عزيمتكم، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم تقترب. بدأت مراسم استقبال الأباتون في 27 تشرين الثاني في منطقة كنيسة مارلياس حسب قانون الوضع الراهن، مروراً بين جدارين شاهقين وبوابة حديدية تفصل القدس عن بيت لحم، ليصل الموكب عبر أزقة وحارات شارع النجمة إلى ساحة كنيسة المهد، حيث كان في استقبال الأباتون السلطات الدينية والمدنية وفرق كشفية وحشود غفيرة من المؤمنين. وفي فرض صلاة الغروب في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية بعد الدخول الرسمي مباشرة، أقيمت مسيرة باتجاه مغارة الميلاد وأضيئت الشمعة الأولى من زمن المجيء. نحن في الأحد الأول من زمن المجيء، وهنا في بيت لحم نعيشه بطريقة قوية وعاطفية للغاية. أضاءنا في المهد مستعينين بنور المدود شمعة وضعت على إكليل شموع عيد الميلاد الذي يمثل الطريق إلى عيد الميلاد، وسوف يضيء هذا الضوء هنا في بيت لحم، ثم مع عيد الميلاد سينتشر في جميع أنحاء العالم. واحتفلت رعية اللاتين في اليوم التالي بالأحد الأول من زمن المجيء وعيد القديسة كاترينا في قداس ترأسه حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعاونه لفيف من الكهنة. بيت لحم هي بيت لحم أول إشي من انتشار الدين المسيحي، ولد فيها المسيح هون، رسول سلام، رسول محبة لكل العالم، ما فيش فرق بين كل الأديان. أنا هذا البقول، أنا بتأمل هالسنة أول إشي بدنا سلام بين الطرفين، بين مين مكان، والوباء هذا لكل العالم مين مكان يكون، وهذا اللي بتمنى بس سلام، وبس سلام قبل كل إشي. وإحنا لازم دائما نشكر ربنا على إنه إحنا ولدنا هون، ولازم نحافظ على وجودنا هون، ودائما نحافظ على أعيادنا ونحتفل فيها ببيت لحم كلنا مع بعض. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تعزز الإيمان بأنه مهما طال الليل فلا بد لنور الميلاد أن يسطع من جديد. ترأس غبطة البطريرك رافائيل ساكو القداس الاحتفالية لافتتاح كنيسة سلطانة الوردية في الكرادة ببغداد بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والأساقفة وجمهور غفير من المؤمنين. وأشار البطريرك ساكو في عظته إلى أن يسوع لم يبني الكنيسة على الحجر، بل على إيمان الرسل والتزامهم وأمانتهم، وأضاف أن الكنيسة هي مكان صلاة وتعليم وتنشئة، وضروري أن تكون جميلة وأنيقة، مشدداً في عظته على دور العائلة والمدرسة في التنشئة الإنسانية والإيمانية والأخلاقية للأبناء. برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أقيم في المركز الثقافي الملكي حفل إشهار كتاب المسيحيون والمواطنة في البلاد العربية بين الحقوق والواجبات الأردن أنموذجا للإرش مدريد الدكتور بسام شحتيت. ويتحدث الكتاب عن حقوق المسيحيين وواجباتهم المدنية والكنسية في البلاد العربية ومن بينها الأردن، ويأتي صدوره في غمرة احتفالات المملكة بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، ليكون هذا العمل خطوة إيجابية نحو الأمام لبناء مستقبل أفضل للأجيال. هذا الكتاب كان حلماً فتحقق بالدراسة والبحث والتحصيل العلمي مع ما أضفت إليه من خبرة عملية.
والكتاب يشكل ركيزة لبناء ثقافي إعلامي نسعى إليه، وهو إطلاق مركز ثقافي إعلامي نور الشرق في كنيسة الروم الكاثوليك. أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الأفاضل أصحاب القامات الذين قاموا بدراسة هذا الكتاب. أعرب عن امتناني وتقديري للصديق العزيز الكاتب الباحث حنا ميخائيل سلامة لجهوده في تدقيق الكتاب ليكون بأبهى حلة، ولإدارته هذه الأمسية. احتفالاً بمؤوية الدولة الأردنية والاهتمام وتشجيع حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه للعيش المشترك البناء، ولجهود جلالته لإحلال المحبة والسلام والوئام في الوطن وعلى مستوى العالم، فمن دواعي سروري أن أقدم كتابي هذا إهداء متواضعاً إلى مقام جلالته حفظه الله. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان أعيادنا مواسم للعمل الإنساني. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو قدس الأب نبيل حداد والمفكرة والعالم الدكتور حمدي مراد من مركز التعايش الديني. وقد دار حوار الحلقة حول كيفية ربط مواسم الأعياد بالخدمة الإنسانية في ظل الأجواء الإيمانية والروحانية التي تصنعها الأعياد. فإلى هناك. لما أقول مجوس، المجوس مروا من عنا من هون سيدي، صحيح، مروا من عنا من هنا إلى بيت لحم. وأقول دوما من عمان التي تحب القدس وتعشق بيت لحم، ما في مكان في العالم يمكن أن نسمع فيه أصداء الترنيمة الخالدة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الذين بهم المسرة، ما في أذان تستطيع أن تسمعها بوضوح لتدخل من أذاننا إلى قلوبنا. نحن هنا في هذا الأردن اللي قلت عنه أردن القداسة، إحنا مروا من عندنا هون المجوس ونذهب معهم اليوم في الطريق لنقدم هدايانا خضوع لله تعالى، طاعة، حب، ونحمل البشرى، نحمل البشرى كمسيحيين ونعيش مع إخوتنا المسلمين كما ذكرت في غياب سمعته، أن نعيش ويكون لنا هذه النكهة اللي هي نفحة المسيح الطيبة. سيدنا الشيخ، أنت جيت حضرت كمان بزارنا في اللي صار مؤخرا بجمعية النبر، وكان حضورك مميز ومحبتك، وحتى حكيت كلمة جميلة كمان في البازار عن الميلاد. أنا حابة أنه أنقل هذا الشيء اللي حكيته وهي الكلمات المعبرة مباشرة على النورسات، لأنه فعلا تأثرت فيها، أنه كيف نحن مع بعض أعيادنا دائما مناسبة للعمل الإنساني، نجتمع مع سواء، نحب بعض، كيف منعكس هذا الشيء في العمل وليس صحيح. أيضا في الكلام، صحيح. فتفضل سمحتك. يعني هذا صباح مبارك وصباح مقدس لما نلتقي جميعا، وقد ربطت هذه القلوب المؤمنة بخالقها الله سبحانه وتعالى وبأحبابه الذين اصطفاهم على العالمين ليكونوا حملة رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن آدم عليه السلام مرورا بنوح ومرورا بإبراهيم وبسيدنا موسى عليه السلام، بسيدنا الذي نحتفل بأيامه وساعاته وفي كل وقت وحين. فاليوم نحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية الواحدة، يعني كيف لا عندما حيثما يممت وجهي القرآن الكريم أجد نفسي أمام طوال الصور، وإذا بكينونتها وجوهرها سورة مريم عليها السلام، كيف لا أستطيع أن أعيش هذه المعاني المقدسة مع إخوتنا المسيحيين
ومريم البتول الطاهرة التي شاءها الله تعالى أن تكون هذه الآية العظيمة للكون كله لكل المؤمنين. وفي 32 موضعا آخر في القرآن الكريم يعني ورود تتناثر عبر هذا الكتاب المقدس عندنا من السورة إلى امتداد هذا الكتاب المقدس. وإذا تكلمنا عن سيدنا المسيح عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم أيضا نتحرك في القرآن الكريم في 23 موضعا في القرآن الكريم، حيثما يممت وجهك ميمنة ميسرة تجده بين يديك هذه الروح، هذه الآية المعظمة التي أرادها الله تعالى برهانا على وجوده الله الواحد الأحد، كما دائما يذكرنا حبيبنا أخي الحبيب أبونا نبيل حداد الرفيق والتوأم وجوهر دعوة الإيمان للناس جميعا، كيف يحبون بعضهم بعضا، كيف ينهلون من سيدنا المسيح ومن الكتاب المقدس ومن قصص الأنبياء. ونحن يعني حقيقة آيات القرآن الكريم في إطار الإخوة المسيحيين لها مكانة عظيمة. عندما يكلمنا القرآن الكريم عن الآباء وعن حملة الرسالة المسيحية وعن هؤلاء المؤمنين المخلصين فيها، فيقول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق، يقولون ربنا، دعاء وطويل الكلام نعيش روحه في هذه الأيام وفي كل وقت حقيقة، وفي أيامنا المقدسة نعيش هذه الروح المقدسة التي هي سيدنا عيسى المسيح الذي جاء آية عظمى بلا أب، فما من نبي ولا رسول إلا كان له أم وكانت له أب ما عدا سيدنا آدم عليه السلام، خلقه الله تعالى كن فيكون، وسيدنا عيسى المسيح من أمه البتول بلا أب طاهرة بروح من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. برعاية مجلس رؤساء الكنائس افتتاح بازار الرحمة السابع. وزير الخارجية الهنغاري يزور نيابة البطريركية اللاتينية في عمان. الكاريتاس تطلق حملتها الشتوية السنوية في محافظات المملكة. كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها تحتفي بمئوية الدولة الأردنية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.